أبدي يا أخي الإداري يدك في يدي يدك في يدي اسمك المطر اسمك أبدي يا أخي الإداري. احنا هنايا كنوجدوا واحد رجال الوزارة تنطلبوا منها باش بالنسبة للإطار ديال المتصرف التربوي كنعتبروه إطار مدخل من المداخل تجويد الإدارة التربوية. إذا حنا عندنا أهم مطلب كنطلبوه هو أن الحفاظ على الإطار والخصوصية ديالو كإطار ديال خريج مسلك الإدارة التربوية، ومن ثم كنقولوا اللي بغى الإطار يدوز من الباب الشرعي ديالو اللي هو التكوين، ماشي الإطار يتعطى المنوالة. ثانيا كنطلبوا بإحداث تعويض على الإطار، وكمطلب أساسي كذلك الحركية داخل الأسلاك باعتبار أن خريج الإطار داروا تكوين في جميع المسالك، وكذلك نطالب بالحركة الانتقالية كسنة أقدمية على غير باقي الفئات، وكذلك نطالب الوزارة بأن تولي أهمية في النظام الأساسي المقبل. لا يعقل أن تجويد الإطار غادي يكون في النظام القديم من خلال المرسوم 18294 اللي جابنا المرسوم ديال الاطار المتصرف التربوي، وما غاديش يمكن نحدثوا واحد الاطار اللي هو في النظام الاساسي الجديد. هذه الوقفه من المتصرف التربوي ولاجل المتصرف التربوي ولاجل هذا الاطار، هذا الاطار الضبابي، هذا الاطار الذي اتخبط شخصيا مده 5 سنوات لاعرف مخرجاته الحقيقيه واعرف مكتسباته، لحد الان لا نعرف شيئا. هو اطار مفرغ من كل شيء. نتمنى الوزارة الوصية أن تكون كلها أذان صاغية لمطالبنا، متدربين، خريجين، بجميع الأفواج، الترقية للجميع. أكرر ونحن لسنا ضد أي أحد، الترقية للجميع، نحن مع جميع الإداريين، إلا أنه هذا الإطار كانت له مدخلات متينة وتكوين متين. نريد أن نحافظ على هذه المكتسبات، نريد أن نطور هذا الإطار وأن لا نرجع به إلى الوراء سنوات ضوئية. أتمنى أن تكون الإدارة الوزارة الوصية كلها أذان صاغية لمطالبنا، مطالب المتصرفين التربويين، لأنهم فعلا أظهروا وأبرزوا نجاعتهم في الميدان كإداريين ناجحين. هذا عيب، هذا عار، هذا عيب، هذا عار، هذا عيب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.